اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لتوثيق وتجهيز ملفات مذكرات للعرض على المؤسسات التشريعية التي تبنت وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية لتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة. وقامت اللجنة ببحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية. دعونا لعقد هذا الاجتماع بعد حالة الاستنفار التي حدثت في المجتمع المصري خلال الفترة الماضية. أبرز الحضور النهاردة هيبقى مع حضور زملائي في لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، وأيضا زملائي من المجلس من خارج اللجنة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجمعيات والمنظمات العاملة في المجال الحقوقي، لعمل دراسة وتجميع لكل الانتهاكات التي قام بها الكيان الصهيوني تجاه الشعب الأعزل في قطاع غزة.